يستحب في هذه الليلة أن يتصدق الإنسان، يعزل صدقة، يتصدق ماديا ويتصدق معنويا. ومن الصدقات المعنوية أن الإنسان يهب الإساءات التي أساء بها الناس إليه كما يريد من الله سبحانه وتعالى أن يتصدق عليه في هذه الليلة، فأيضا يتصدق ويقول: اللهم اغفر لمن أساء لي. دعاء عند السجود، لا تحبون تسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا، أشهد بذلك على نفسي وأعترفه لك بضعف قوتي وقلة حيلتي. فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة، وأتمم علي ما آتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني، ولا آيسا من إجابتك وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء، إنك سميع الدعاء. إلهي سجدت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. صل على محمد. راحل أنت والليالي نزول، ومضر
بك البقاء الطويل، لا شجاع يبقى فيعتنق البير، ولا آمل ولا مأمول، إنك ميت وإنهم ميتون، وإنهم يوم القيامة يبعثون، يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. غاية الناس في الزمان فناء، وكذا غاية الغصون الذبول، والليالي عون عليك مع البين كما ساعد الذواب لطول. إنما المرء للمنية مخبوء، ربما وافق الفتى من زمان فرح غيره بها متبول. هي دنيا إن واصل الذا جفت هذا ملالا كأنها بول. كل باك كل باك يبكى عليه، وإن طال بقاء والثاكل المثكول، والأماني حسرة وعناء للذي ظن أنها تعليل. سيدي أي ربي أي مولاي، ارحم ضعفي وقلة حيلتي ورقة جلدي وتبدد أوصالي. إلهي عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك. إلهي لا تردني من مجلسي هذا خائبا ذليلا مطرودا محروما، الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم. إلهي جئتك والذنوب أوقر الظهر، إلهي جئتك والخطايا أرهقتني، إلهي وسيدي ارحم وحدتي ووحشتي في قبري. يا ربي أسألك قرة عيني، أسألك التوبة يوم الحسرة
والندامة في هذا اليوم. إلهي بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه. إلهي آمني من الفزع الأكبر. إلهي بحق الحبيب المصطفى أسألك البشرى. أدخل على قلبي بشرى التوبة يا رحيم. أسألك البشرى يوم تتقلب القلوب والأبصار. وأسألك البشرى عند فراق الدنيا. الحمد لله الذي أرجو عونا لي في حياتي وأعده ذخرا ليوم فاقتي. الحمد لله الذي أدعو ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لخيب دعائي، ولو دعوت غيره لتجهم بوجهي، ولو دعوت غيره لطردني، ولكني ألجأ إليك لعلمي بعفوك عني. الحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. الحمد لله المنعم المحسن المجمل المتفضل ذي الجلال والإكرام. إلهي ارزقني يقينا تباشر به قلبي. إلهي الآن لا تطردني. إلهي الآن أدخل السرور على قلبي. إلهي بمحمد وآله ارزقني اليقين وحسن الظن بك، وأثبت رجاك في قلبي، واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك. يا لطيفا لما تشاء. عشر مرات. يا الله 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 يا الله. أما والبلوى عن أيوب. اكشف ضري وفرج كربي، وشافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المنظورين منهم، لا سيما الذين شاركوا معنا في العام الماضي وهم الآن قيد المرض،
اللهم ارحم الذين شاركوا معنا في الفائت من السنين ثم رحلوا إليك وهم بين يديك. إلهي يا ربي إنا ضعفاء فلا تعذبنا بالنار ولا تطردنا برحمتك وارحم تضرعنا وخوفنا وذلنا ومسكنتنا وتلويذنا بك يا ربي يا ربي يا رب. إلهي بحق هذه الليلة ومن تعبد لك فيها، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سقما إلا شافيته، ولا غائبا إلا غدته. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبك المصطفى، اللهم اجمع بيننا وبين الأبرار من عبادك يا كريم يا كريم. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وعافني يا سامع كل صوت ويا جامع كل فوت ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من لا تخشاه الظلمات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا يشغله شيء عن شيء، أعط سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والكرامة والدرجة، وصل عليه وعلى آله وإلى شرف النبي وآله وموتاكم. رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على محمد وآله.